حتى لو زبطنا الخلل فيما بعد، بعد سن انتهاء النمو، لا يمكن استرجاع البصر. لا يمكن. للآن لا يمكن. فاحنا زي ما بنرجع بنقول، زي ما حكينا وقت تركس اللطخة الصفراء، اذا المشكله بالشبكيه، والشبكيه يا اخوان معناها انه في عندنا مشكله بالعصب، الاعصاب خلايا من اصعب الخلايا انه تتجدد، فمش بس على العيون يعني، اتوقع دكتور هذا كل الحكي الجسم. بكل الجسم، دائما لما توصل المشكله للاعصاب وخسران انسجه الاعصاب بنبلش نحكي بعلاج صعب جدا ويمكن غير معكوس، صعب انه نرجع، صعب العودة إلى الوراء. العودة إلى الوراء معه. طيب بدي هاي هيك حكينا عن الكسل، الزرق سيد أحمد خليك معنا، رح نحكي عن الزرق. رح استقبل كمان أكم من اتصال بعدين، مش رح أقطع الدكتور علاء كمان مرة، رح معنا سيد موسى العودات. ألو، أهلا سيد موسى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية وضيفك الكريم. الله يخليك يا رب، أهلا وسهلا سيدي. انا عندي حصل في العين اليمين اللطخه الصفراء. اها اوكي. وعندي اليسار صار فايروس، وصار عندي ندب على القرنيه. اوكي. فالقرنيه صار عندي زي غباش على العين، اللي هو العين اليسار عندي صار فيها. هل اللطخه الصفراء او الندب انه بصير ليها ليزر او ليزك وتصحح النظر فيها؟ هل بتصحح من الدكتور؟ يعني بدك تسأل الدكتور إذا بتقدر تعالج اللطخة الصفراء بالليزك؟ بالليزك اللطخة الصفراء، وبالإضافة لذلك ندب على القرنية كمان زينا. نقط هدول الشغلتين. بالعين الثانية. بالعين الثانية النقط على القرنية. نعم. يعني عين فيها لطخة صفراء وعين فيها نقط على القرنية. نعم صار ندب على الشبكية صار عندي. على الشبكية ولا على القرنية؟ على الشبكية. على الشبكية. على الشبكية. رجعنا أوكي. للأعصاب بالشبكية. طيب خليك معنا سيد موسى، إن شاء الله إحنا هلأ بنجاوب على استفسارك. كمان اتصال أخير بعد إذنك دكتور، مش رح نقطعك وراها. سيد إبراهيم، ألو أنت على الهواء، تفضل. ألو سيد إبراهيم. مساء عليك يا شيخ. أهلا عليكم السلام. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ألو أهلا، تفضل. بس استفسار بسيط، لو تشرحنا على القرنيات المخروطية وكيفية علاجها. اوكي. شو تعيد لنا استفسارك كمان مرة؟ شرح بسيط عن القرنيات المخروطية وكيفية علاجها بس يا دكتور. القرنيات المخروطية. المخروطية، اوكي. ان شاء الله وصل الدكتور، سمع استفسارك وراح يرد عليه. القرنيات المخروطية. طيب عشان أذكرهم أنا، عشان أنا أذكره يرد لكم عليه. القرنية المخروطية موضوع شائك جدا وطويل جدا، يعني يا ريت يكون على وقت أوسع من هيك. طيب القرنيات المخروطية هو بده شرح عليهم، فأنت قلت لي. طيب سيد إبراهيم، بدي أعتذر منك، إحنا لأنه عم نحكي حنحكي عن الزرق وعن جفاف العيون واللطخة الصفراء. هلأ إذا ضل معنا وقت، أنا بوعدك إنه أي وقت رح يضل معنا رح نعطيه لاستفسارك للقرنيات المخروطية. هلا سيد أحمد رح نرجع نرد لك على الزرق، في هذا الوقت نرد على سيد موسى سأل عن اللطخة الصفراء، إنه هو في عين عنده لطخة صفراء وفي عين عنده نقط على الشبكية. أوكي. شو ممكن نقول إحنا بيصير هيك؟ برجع بحكي مرة تانية، إحنا كلياتنا عنا لطخة صفراء، بس هو صار في عنده التهاب ادى لندب او تليفات على اللطخه الصفراء. احكي زي الاشي اللي نبهت عليه، صرت احكي اللطخه الصفراء هو تنكس اللطخه الصفراء. اللطخه الصفراء يا اخوان اشي طبيعي بالجسم، في نقطه بالعين اسمها اللطخه الصفراء، تنكس اللطخه الصفراء هو المرض. او الندب على اللطخه الصفراء. او الندب. هلا الندب هي عباره عن تليفات، صار في عنا التهاب اتلف الخلايا، عوض زي الجرح اللي برا بصير ندبه، بس جرح جوا العين صار ندبه، صارت ندبه، فهي تليف مكان الخلايا العصبيه. اها. فنرجع لموضوعنا التي بس المهم التليف، يعني ما هو صار التهاب فصار في تلف، عوض التلف ب تليف بالضبط، هو نوع من دفاعات الجسم بالضبط. فنرجع بنحكي انه خلايا العصبيه لما بتتلف صعب تجديدها، للآن لم نصل إلى حل لتجديد الخلايا.
طيب هلا اللي عم بيعاني من تنكس بلطخه صفراء، ايش احسن شيء بيقدر يعمله؟ هلا ما هو حسب المستوى اللي وصل له. هلا بالنسبه لعلاجاتنا احنا زي ما حكينا احنا ما بنرجع لورا، احنا بنثبت في مكانه او بنأخر تقدم الحاله. واحنا كل ما بنكسب وقت، كل ما بيجينا المريض ابكر، كل ما بنستطيع انه تاجيل التلف اكثر. هلا اوكي انا بجوز اقدر، مريضي اجاني 50 سنه، اقدر اجل له التلف كمان 30 سنه او 40 سنه. فهو بيعيش حياه 30 سنه 40 سنه، يمكن انه يبصر، قادر على القيام بوظائفه العاديه. صار التنكس هلا شو ممكن يعمل؟ صار ما هو اي مستوى من التنكس، اي مستوى، اي مستوى من التنكس. اوكي صار تلف تام بوحده من العينتين، نحافظ على العين الثانيه. هذه اهم شيء بالنسبه لنا. مرات بيجينا المريض مرض متطور، وزي ما قلنا يمكن العوده الى الوراء صعبه، بس بيجينا المريض تلفاني عين، بيكون همنا وشغلنا الشاغل المحافظه على العين الثانيه. طب العين الثانيه عم بقول في عليها صارت بالماينس، صار عليها نقط على الشبكيه اللي هي بدايه تليفات اللي هي رح. هلا ايش سببها؟ هلا بجوز تكون امراض التهابات داخليه، التهابات فيروسيه على الشبكيه ادت للتليفات. هلا مش معناها انه احنا عم نتحدث عن نفس المرض، الشبكيه علم قائم بحد ذاته، له امراضه، له التهاباته، له العدوى اللي فيه. جزء منه تنكس اللطخه الصفراء الشيخوخي، في عنا تنكس اللطخه الصفراء السكري. هذا موضوع منفصل ويا ريت هذا بالذات برضه نخصص له أتصور جزء. اتصور كثير منه بالاردن نسبه السكري عنا عاليه في الاردن، فهذا وسكر الشباب عنا عالي. صح، فهذا بيؤدي انه طول فتره السكري عند المريض بيؤدي بالنتيجه الى اعتلالات سكريه للشبكيه. فهذه موضوع جدا مهم وبصب بنفس المكان. احنا بيجينا المريض بيقول لك انا بشوف، انا ما عندي مشكله. طيب يعني هيك بدنا نعمل لك اليوم للقرنيات المخروطيه وتنكس اللطخه الصفراء السكري. صار هيك عندنا توني وتوفيق ان شاء الله. والساد رجع والساد قلناهم والساد والله بدي احطه بتعرف بلاش اسوي. طيب هلا نرجع بنقول اعزائنا المشاهدين، اخر شيء بنقدر نقول لكم اياه على تنكس اللطخه الصفراء الشيخوخيه، انه دكتور علاء خبرنا اي امراض في الشبكيه، عم بنقول مش مستحيل بس عم نقول انه كثير صعب العوده للوراء فيها. في ابحاث عم بتقوم هلا على عناصر النمو والخلايا الجذعيه، زراعه الخلايا الجذعيه، زراعه الخلايا الجذعيه، وهذا الشيء عم بيصير في كل المجالات مش بس بالعيون، فبنقدر نقول هذا بشكل عام. ان شاء الله يا رب نوصل لاكثر تطورا. بس هاي التنكسات باللطخه الصفراء الشيخوخيه زي ما فهمنا الدكتور علاء انه بتصيب المنطقه في الشبكيه العصبيه، منطقه يعني حده الابصار، حده الابصار. فاذا انضرت العوده الى الوراء شبه صعب، فالوقاي والفحص المبكر والاستشارات المتكرره لدى طبيب العيون، عندكم مستشفيات للعيون روح عليها، مش بس طب مستشفيات في بالاردن صح. للعيون، فاستغلوها. والله فيها تقدم جدا يعني ووسيطة ممتاز العيون بالأردن الحمد يعني لله. بشكل عام إن شاء الله يا رب منها للأحسن. أعزائنا المشاهدين رح ناخد فاصل صغير ورح نرجع لكم مع أطباء على الهواء. يوروما مثلا هيك او تورمات سرطانات. هلا سرطانات هو تورمات قصدي سرطانات، في سرطانات بالشبكيه بس اول شيء نسبتها قليله جدا، بعدين بتكون واضحه. يعني اوضح من انه يعني يمكن الكشف عليها بالفحص السريري. يمكن تمييزها بالفحص السريري. هلا بالنسبه اذا الطبيب بلش يشك انه صار في عندنا تقدم بالحاله، اتحرك للعلاج او لا، قديش مستوى التقدم، نلجأ للفحوصات اللي هي الايمجينج تكنيك تبعنا. في عنا اول شيء بنطلب اذا ممكن يساعدونا بالصور، في عنا اللي هي الاو سي تي، عباره عن تصوير طبقي لاجزاء الشبكيه الداخليه، لطبقات الشبكيه. يمكن اول صوره ورناهم اياها وقالوا قلنا لهم لا، لا مش هي. في صوره برضه معنا مخرج، في معنا صوره زودنا فيها الدكتور علاء شبري، ممكن شربي، ممكن انه احنا
اورايت. هلا كمان شوي بحطوا لنا اياها. اوكي اوكي. هلا احنا عندنا بنطلب الصور لقينا بدايات النزيف او بدايات تكون الشعيرات الدمويه نلجا للعلاج اللي هو من خلال الابر او الليزر. في عندنا هلا عده انواع من العلاج زي ما حكينا. اول ما بتبلش تظهر السموم احنا بنصير نشوفها بالفحص السريري، بنبلش المرضى على الدواء، بنعمل لهم الفحوصات. لا لا هذه جفاف العين. هذه جفاف العين كمان. هلا خلونا اياها على جنب، هلا كمان شوي بنرجع لها. غير هاي مخرج. اها اوكي. هلا صار في عندنا تقدم رائع في مجال التصوير والأجهزة التصوير. في عنا صورة الOCT Ocular Coherence Tomography، هذه وظيفتها تعطيني طبقات الشبكية في حال حدوث أي مشكلة في جزء من الشبكية أو بداية ظهور تورم أو انتفاخ بالشبكية، تظهر عندي بتكون دقيقة جدا وحساسة جدا في الصورة. إضافة لصورة الفلوريسين اللي هي بنعطي إحنا صبغة وبنتتبع الشعيرات الدموية بالشبكية عشان نقدر. هي الصورة اللي أنت حكيت لنا عنها كانت موجودة مع الـ Age Related Macular Degeneration، مع التنكس البقصة الصفراء. بالضبط. أول صورة مخرج اللي كانت مع أول موضوع مع الـ Macular Degeneration، Age Related Macular Degeneration. فهذه أنا أول ما بيجيني المريض على طول بطلب له هدول الصورتين عشان أعرف وين إحنا، وين مكاننا. هاي صورة العين شرحنا عنها. اللي بعديها هذه. هذه الجلوكوما. هذه الجلوكوما اللي بعديها هاي. لا إحنا هلا بموضوع الزرق. الصور هذه كلها كلها زرق. موضوع كلها جلوكوما. هذه كلها جلوكوما. هذه جلوكوما برضو. هذه جلوكوما. هلا رح نجي لهم كلهم هذول. اللي بعده برضه جلوكوما. حلوين هذول الصور. هاي هيك بشوفوا هم. هلا هل استعرف كمان شوي جلوكوما. بعدنا بالجلوكوما. اوكي رح نرجع احنا نشوف وبخبركم. هلا احنا زي ما حكيت لك نبدا اول ما بنبدا احنا بالفحص السريري اللي هو عن طريق جهاز بعياده الطبيب. انا بفضل دائما واحنا هذا التكنيك نتبعه في مستشفانا. نطلب لمرضانا اول ما بتبلش تظهر الاعراض. الاعراض بلاش الاعراض، اول ما بتظهر العلامات بكون المريض مش منتبه، مش حاسس. ما في اي شكوى. بيجينا مريض بده يفحص بسبب مشكلة تانية. حكة بعينه او هذا. خلينا قديش العمر تجاوز الخمسين، خلينا نطمن على الشبكية. بنفحص الشبكية بنكتشف انه في بدايات، بنحاوله بنعمل الصور بنكتشف انه في بدايات المرض. اذا كان في بدايات المرض وما حدث النمو بنبلش له بالعلاجات زي ما حكينا، بننصحه بالفيتامينز وبننصحه بالمراجعه. بنقدر نوقفها ولا بناخرها؟ بناخرها.